انه فكرك شو يعني انه افهمت منين سالتني هالسؤال وما جاوبتك انا؟ طيب انت تفضل خبرني خبريه. لا انا عندي اياها هيدي مثل ترند يعني على طول دائما بقول اي حدا بشوفه شو في عندك اخبار حلوه او بروح على منطقه رح لك ساندويش الفلافل ب 15000 ساندويش الدجاج ب 60000 البرجر ب 90000 80000 او اذا بدك تاكلها تكون لحمه مقدده بتكون اقل شوي ما بعرف شو بيسموها اذا اكلتها لتنبسط فيها بس تتذكر كنت عم بتعدل الالوفات انسان بدنك بتنبسط فيها نعم يعني للاسف هيدا الواقع وما فيك تطبخ بالبيت لانه البراد مش ماشي لانه انتزعوا كمان البرادات لانه بيضل يروح ويجي المطر هيدي صارت عندي انا امبارح صارت عندي صارت عندي امبارح يعني هيدي مشكله المشاكل نعم. صرنا للاسف جوزيف حقيقه عم نحكيهم هيدول ب تحت عنوان شر البلية ما يضحكوا صراحة انه هيدا الوضع اللي نحن فيه او بتقوم جاي انت على التلفزيون بدك تقوم على العتمة منك شايف الموتور مطفي الكهرباء مقطوعة كل الشوز لابسه مثل بعضه هذيك المره انا جيت لابس كل فرد شكل كده ما عم نركز باللي بالشيء اللي بنعمله نحن. والشيء اللي ممكن يبسط وكذا هيك في عنا بيكون في بعض بصيص النور دائما في بقلبه غلطه يعني صحيح مع قدوم رونالدينو يعني بدل ما تكون البهجه كبيره والاستقبال حلو وكبير وكذا كان في خطا فادح صار بحق هاللاعب العالمي اللي لازم يستقبل بغير طريقه. اول شيء انا بدي اركز على نقطه كانت يوم الخميس الماضي طلعنا لايف وبنشره الاخبار وكنا عم نغطي هذا الحدث اللي هو حدث مهم حقيقه حضور نجم من هالعيار بكل دول العالم جوزيف عندما يستقبل ضيف من هال يعني عم تحكي برونالدينيو نجم عالمي بيحكي كلمه بتغطيها وسائل الاعلام العالميه على مستوى عالي لعب حاصل على كل جوائز بالعالم ان كان كاس العالم ان كان الكره الذهبيه تشامبيونز ليج بطولة الدوري الإسباني حاصل على كتير شوف هون الاستقبال يلي العالم قديه بتحبه ولكن اللافت والنقطة الغريبة كان طريقة الاستقبال يلي تم استقباله فيها يعني صراحة كان في فوضى عارمة بالاستقبال سوء التنظيم يعني ما بعرف أنا باستقبال هيك نجم أنه كيف ممكن نحن نكون يعني ضل تقريبا شيء تلت ساعة لقدر ينزل من السيارة بفهم حب الجمهور بفهم حب الناس لاستقبال هيك نجم أنا حبيت هذا الشيء أن يكونوا عم يستقبلوا العالم بس في الخطأ الثاني الاستقبال الرسمي التنظيم الاستقبال الرسمي ما في استقبال أول شيء استقبال الرسمي يعني رسميا ما حدا موجود ما حدا معه خبر ما حدا عاطي أهمية للموضوع طيب هون العمين بيوقع الخطأ على وزارة الرياضة والشباب وزارة الشباب والرياضة ما تبلغت أنه جاي رونالدينيو من قبل الشركة المنظمة كان مفروض الشركة اللي استقدمت رونالدينيو للبنان نعم. تعمل اتصالاتها مع الوزارة مع اتحاد الفوتبول مع المعنيين مع اللجنة الأولمبية لاستقبال رونالدينيو باستقبال يكون يليق بمقام هاللاعب ويليق بسمعة لبنان لأنه هني عم يجي عم يوضع أكليل من الزهر ليخلي هالذكرى ذكرى الأليمة انفجار مرفق بيروت بوجدان العالم كله وعم بيكون في استقبالات باهتة صراحة للأمانة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود هو الوحيد كنا عملنا معه تقرير بنشرة الأخبار وهو الوحيد يلي عم بيكون حريص على استقبال هيدول الناس بس هيدا الشيء وهيدا الحدث بحاجة لدولة بكل أجهزتها الرسمية والأمنية حتى عم بتكون تأمن الحماية ليكون هالشي واصل لكل العالم طب هو زعل؟ عندكم فكرة؟ ملامح وجهه أكيد وطريقته أنه ما نزل من السيارة لوقت ضل لفترة طويلة ما نزل من السيارة إيه كان في زعل من قبله وكان في انتقادات واسعة إعلامية من الزملاء الإعلاميين لأنه في بعض من الزملاء الإعلاميين تعرضوا للدفش وللضرب وللتدفيش يعني هيدا المنظر الغير حضاري كان بيسوى أنه نعمل شوية تنظيم وهون برجع بقول أنا الاستقبال والشركة المنظمة كان لازم تعمل كل الإجراءات التنظيمية حتى كل شيء يكون على ما يرام لأنه ما بيسوى لأنه أنا ما بدي برر بس أنه طبعا يعني هيدا خطأ ولازم نعمل إيميل للضيف نعمل إيميل لنفسنا صح. بس ما بتعتقد أنه يمكن في مسؤوليات أخرى ونحن بمطرح تاني من أنه نهتم بهالموضوع هيدا يعني في أولويات الأولويات هي من ضمن هيدا الشيء لأنه أنت عم تحكي هيدا الزلمة منه جاي يعمل سياحة أو جاي يوضع إكليل
من الزهر على حدث عندك إياه اليوم، أهم حدث بلبنان كل الأنظار لإله، بنعرف نحن قديه في متابعة قضائية وقديه أهالي الشهداء محروقين وقديه هيدا الحدث مهم برمزيته. أنا عم بحكي عم ركز على رمزية هيدي النقطة وقديه رمزيتها بتعني للعالم لتوصل رسالة، لأنه كان سبق قبل بيومين النجمة المصرية إلهام شاهين أيضا كانت وصلت ووضعت إكليل من الزهر بالمكان نفسه. وكيف كان الاستقبال؟ استقبال أول شيء ما أعلن عنه بشكل إعلامي كبير يعني كان على السريع، وما عم نشوف يعني ما عم نشوف الاستقبال عم بيكون بليق بسمعة لبنان، لأنه نحن معروفين باستقبالنا الرسمي والحضاري وينعطى إعلام، ونحن إعلامنا معروف نحن بنكرم الضيف وبنحب الضيف بطريقة أنه ما متعارف علينا وين ما كان. بس بتعرف يمكن اللبناني عم يرزح تحت مشاكل أكبر من هي بكتير، حتى عم يخليه غض النظر عن هالموضوع هيدا. ما بعرف المسؤولين وين من هالموضوع هيدا، بس إنه في 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 كآبة، في شغل تشغيل راس مش عادي جوزيف، مش عادي حقيقة. في كآبة يعني أنا من ضمن الكآبة قبل ما أتوجه للنقل المباشر كنت رحت عند محافظ بيروت، الأيسيات مش شغالين، بتطلع مشي على الدراج، الشوب بقلب المكاتب مش طبيعي، الهواء وراق عم تتطاير شمال ويمين، حقيقة بتشوف مناظر. بدك تعتمد في هواء ولا في شوب؟ يعني الهواء هيدا الهواء الرطوبي يعني منه هو الهواء اللي بيخليك ترتاح. حقيقة هيدا منظر عم بيكون مش طبيعي بالبلد، وفي كآبة عند الناس بشكل كتير كبير، زائد الستريس اللي عم بيكون عند الناس بشكل متواصل. نحن حبينا بس اليوم نحكي عن هالنقطة لأنه سبق لرونالدينيو من حوالي 4 سنين إجي على لبنان وكان له استقبال مميز، وكان بوقت زار رئيس الجمهورية بقصر بعبدة وكان عملنا معه، كان له لقاء خاص مع قناة الجديد بوقتها. كل شيء تغير بالبلد، حتى نحن يعني قد ما صار البانيك كبير بطلنا عم نعرف شو عم بصير. أخذت ضجة كتير كبيرة من مشاكل يعني ساهمت وكانت موجودة بزيارة رونالدينيو. تعرف شو فكر أنا؟ نتمنى أنه يعني نفسية الرياضيين دائما بتكون نفسية مختلفة ومميزة، وعندها كل اللي بيتعاطوا بالرياضة اللي بيلعبوا رياضة، ما بعرف إذا كل المسؤولين الرياضيين، مش كلهم طبعا، بس أنه في دايما في هالروح الحلوة. يا ريت الرياضيين يحكموا هالبلد، يا ريت يعني، يمكن كنا منعيش بغير مطرح بغير طريقة بروح تختلف عن الروح اللي نحن عايشين. هيدا السؤال اللي سألتني اليوم رح اعترف لك بعد 3 حلقات سابقة كنت عم تسألني أنا على الأوتوستراد أو بالزويريب، هيدا السؤال بأكد قدي أنت صرت محترف وعلى مستوى عالي بالأسئلة. حبيب القلب هاي شهادة أنا اليوم أخذتها منك سيس بوب، هيدي بدي أعترف لك فيها. لا لأنه شغلة كتير مهمة الرياضيين يحكموا البلد. رح أقول لك مين من الرياضيين حيكمين البلد. جورج وياه بليبيريا لما كانت الحرب بليبيريا والقتلى والجرحى بالآلاف عليه، ولو خبرتك هالخبرية لأنه هو خبريات كتير مهمين والناس بتحب تسمعون. لما رجع جورج وياه كان يلعب بأي سي ميلان الإيطالي ونجم على مستوى عالي، رجع على ليبيريا هو الوحيد يلي تم الاتفاق عليه وحكم ليبيريا، واليوم هو الرئيس الليبيري جورج وياه بليبيريا. هيدا واحد. اثنين، وشو وضع ليبيريا؟ بغض النظر انا عم اقول لك انه وقف الدم، وضع ليبيريا اكيد تحسن الزلمه، بس انه على القليل وقف الدم. اليوم بساحل العاج اغنى دول افريقيا ووحده من اهم الدول، والجاليه اللبنانيه بابيجان معروفه قد على مستوى عالي. لما بتحكي بديدي دروغبا اللاعب تشيلسي اللاعب العالمي الشهير، ما بينزل الرئيس ساحل العاج يمكن بيمشي بالشارع ما حدا بيقول له مرحبا، يمكن بغض النظر ما بيقدر دروغبا يمشي بالشارع. وفي مطالبة هلأ اليوم عم بيطالبوا أنه هو يكون وزير للشباب والرياضة، هو يحكم، هو يكون هيدول الرياضيين صحيح. اللي على مستوى عالي اليوم بلبنان مين طبعا الرياضيين ما يعني مشي نجم مثل رونالدينيو على القليل يسألوا قولوا ألو خي هيدا الزلمة شو وضعه جاي على لبنان كذا، أنه ما في روح المسؤولية. بس يعني شو بدنا نقول؟ يعني بناخدها من هون ونجيبها من هون ونروح من هون، بنوصل على نفس المطرح يعني، بنحكي ومنعيط ومنصرخ ومنقول بتقولوا عم تشتت الدنيا. يعني شو بدنا نقلكم يعني يا جماعة
في شغلة يعني هيك التفاتة بسيطة لهالشعب المعطر يلي ما عم يقدر يكفي يومياته. يا جماعة الإعلام عم يصرخ ويحكي والعالم والجروبات والواتساب والأونلاين وعبي حدا إلا ولا في حدا ولا في شيء. يا جماعة مش معقول يا أخي مش معقول. خي روحوا لموا الضرائب من العالم اللي إلكن حق فيها وعايشوا العالم مثل ما لازم وردوا حقوق العالم. عملوا شيء خي يتحركوا. هيدا القرار 158 بعدهم بيتمطلوا فيه والبنك بيتغنج وهيت لما اتصل فيكم يمكن بحق لك ما بحق لك وهو يمكن لمصلحة البنك مش لمصلحة المواطن. لأنه امبارح عم بعرف بعض المصارف انه تفاجأت هي متوقعة انه يكون في هجمة على هالموضوع. هيدا ما صار في هجمة رحت على غير مطرح بس انه ما صار في هجمة خايفين الناس لأنه خايفين العالم يكون في بين السطور أطبي. بعض البنود اللي قطبي هيا هالقطبي تفك من كل او تنصلوا من كل المسؤوليات صحيح. اللي عليه يعني مش معقول يا اخي مش معقول يعني من هون بدكم تكملوا الفساد وتكملوا السرقه على مصلحه المواطن اللبناني. يا جماعه والله عيب خلص وعوا ضميركم في ربنا. وين تروحوا من ربنا يا عمي؟ اصلا شو بيعرفوا ربنا؟ ما بيعرفوا ربنا يعني هلا وين صار ليوناردينيو؟ ليوناردينيو خلص بعد ما وضع قليل الزهر توجه ما عمل مطار. مؤتمر صحفي لا لا رأيه لا لا هو كان بس الرمزيه الخاصه لهيدي الزياره. نعم. وضع قليل من الزهر بمقر فوج اطفاء بيروت وتوجه مباشره على المطار. نحن الفكره من هذا الموضوع بس حدا خبره نحن مستقبل بغير طريقه ممكن صار في تقصير مطرح معين يعني لا لا هي الفكره بكل الموضوع بغض النظر عن الاستقبال. نحن عم نحكي انه اللي جابه رونالدينيو او الزياره اللي كانت ما كان في تنظيم. نعم. هيدي الفوضى العارمة عملت إشكالات إعلامية مع زملاء إعلاميين. صار في تدافع يعني بيسوى كانت تكون منظمة أكثر لأنه إلى حيثية خاصة وإلى رمزية خاصة وطبعا غطتها الكثير من وسائل الإعلام. ورونالدينيو هو عنده جهازه الإعلامي يعني أنا كنت طالع مباشر وفي حدا من جهازه الإعلامي كان كل الوقت عم بيصورنا وعم بيصور الإعلاميين ليعرفوا أنه قد إيه أخذت يعني مفعول إيجابي هيدي الزيارة. ما فينا ما نمرق على الاتحاد شو وضعهم تحضيراتهم كذا بموضوع الفوتبول. نعم. موضوع الفوتبول أكيد بدي أحكي عن نقطة كتير مهمة. تم حكينا استقدام مدرب تشيكي إلى منتخب لبنان وبدأ المدرب نظرته للاعبين عم يستكشف. بطولة لبنان بالفوتبول رح تبدأ بشهر أيلول سبتمبر المقبل. نعم. المدرب طلب لأنه حنلعب نحن ب2 سبتمبر طلب تأجيل البطولة وفي اجتماع لاتحاد الفوتبول الأسبوع المقبل ليقرروا إذا رح يأجلوا البطولة لأنه منتخب لبنان هو أساس بهيدا الموضوع. نعم. نشوف شوية مشاهد طبعا من قدوم اللاعب العالمي النجم صح هيدي بمقر فوج اطفاء بيروت. هون عم نشوف الاكليل يلي هون الهام شاهين قبل بيومين. نعم. بزيارتها لبيروت. نحن نعرف قد عندها طبعا معزه كبيره لبيروت وللبنان دائما بتعبر عنها بوسائل الاعلام والصحف. هون وصول رونالدينيو طبعا هون عم نشوف وسائل الإعلام قد ايه كان عندهم صعوبة يعني إذا بتشوف كان عندهم صعوبة ليقدروا يغطوا يعني هون كان فات الحابل بالنابل مثل ما بيقولوا. عرفت يلا ما بنتعلم من أخطائنا ماشي الله يجعلها أكبر المصايب صح يعني هيدا البن الله يجعلها من أكبر المصايب. ما توخذنا يا رونالدينيو خيي أنت على الرأس والعين معلش. اليوم التفاتة إبراهيم يعني على الموضوع تبعه كمان مهمة وإن شاء الله توصل لك وتترجم لك انه طبعا تم الالتفات لهالموضوع هذا. شكرا ابراهيم شوفك السبت الجاي ان شاء الله. انت منيح الحمد لله كثر خير الله. معصب شيء تحت قد ما بدك ليه معصب؟ ما في شيء نحن بسويس لا ليه معصب؟ هيدا اكثر شيء فيك تجاوبني عليه مش ليه مبسوط ليه عندك اكثر كميه حكي تحكيها. نحن بسويسرا برافو علي سويسرا الشرق يا ضيعان سويسرا الشرق وينك يا سويسرا الشرق. خلينا ناخذ بريك بعد البريك كافي مع ضيوفنا الانستغرام اذا ممكن تحطوه مثلا للعالم تحضر اسئلتها انستغرام جوزيف اندرسكور حويك. بعتوا لي كل اسئلتكم متعلقه بكورونا واللقاحات. معنا بروفيسور رياض سركيس رح بيكون معي بالهلا الدقائق اللي جايه يعني لنحكي نحن وياه مباشره ونجاوب على كل تساؤلاتكم حول هالموضوع. بريك وبنرجع.